وللحديث عن الموضوع معنا من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك معنا سيد محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد محمد. بداية، كيف تقرأ انسحاب قوات الاحتلال من منطقة باب العمود؟ بكل بساطة، حق صاحب الأرض دائما ينتصر. القدس عودت الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم على أنها عصية على الاحتلال. الطبيعي جدا أن ينسحب الغاصب من الأرض وأن ينسحب من باب العمود وأن ينسحب من بحار الأقصى. الطبيعي جدا أن تنتصر جموع المقدسيين كما انتصرت في إزالة البوابات قبل 3 أعوام، وطبيعي جدا أن تكون هناك معادلة القدس الخط الأحمر التي أدركها نتنياهو مرارا وتكرارا وأنه لا يمكن العبث بها، إضافة إلى أنها الرافعة القوية لكل الجماهير والألوان الفلسطينية بأن تكون هبة ومقدمة لانتفاضة في وجه الاحتلال في حال التمادي. هذه الرسالة كانت قوية، ومن المحتمل أن تعيد قوات الاحتلال المحاولة والاستفزاز، ومن الطبيعي أن يكون الرد الجماهيري المقدسي الفلسطيني قوي جدا. من جديد، يعني اعتدت قوات الاحتلال على المقدسيين وانتقلت المواجهات للخليل، هل بتنا اليوم أمام ملامح انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية؟ لا نستطيع القول أنها انتفاضة مقدسية بقدر ما هي هبة تحتاج للمساعدة، تحتاج للبناء الفصائلي، لأن الانتفاضة مكوناتها جماهير في الشوارع وقرار سياسي وقيادة سياسية لكي تحقق أهدافها. أما الهبة فهي التي هي حاليا فهي بدون قرار سياسي، وهي فقط جماهيرية عفوية. حتى تكون انتفاضة يجب أن تتحول إلى شيء منظم تقوده الفصائل عبر الجناح الاجتماعي والسياسي والعسكري والأمني والدبلوماسي، لأن لدينا أيضا الجانب الدبلوماسي المخفي والمخفى عن الساحة الدولية، وهذا يضلل الكثير من الدول عن الحق الطبيعي للفلسطينيين ويبهم مطالبهم وأهداف أي انتفاضة يقومون بها، ووجب في هذا المجال أن يكون العمل كبير وواسع. على ذات المنوال، تصعد قوات الاحتلال أيضا من إجراءاتها فتغلق كما تعلم شواطئ غزة بشكل كامل. ما هي الرسائل التي يريد الاحتلال إيصالها من هذا التصعيد؟ الاحتلال حاول قدر المستطاع أن يستفز قطاع غزة وأن يستفز المقاومة، ليس فقط بهذا الإطار في البحر، ولكن أيضا بالحصار ومنع دخول جرعات التطعيم لفيروس كورونا، وهذا أمر مقلق جدا. ولكن خوفا، ونستطيع أن نقول أنها قاعدة عسكرية باتت تؤمن بها حكومة الاحتلال، أنه لا يمكن العبث مطولا أو أكثر عمقا مع غزة ومع المقاومة، لأن النتيجة ستكون في تل أبيب وستكون في حيفا وستكون في يافا، وهذا الأمر يقلق المستوى العسكري والسياسي والأمني في إسرائيل، ما يجعل حالة الشد وأبخي وحالة المد والجزر قائمة ولا تجديد عليها، لأن قرار التجديد عليها وتغيير قواعد اللعبة ليس الآن بقرار حكومة مترحلة أو بقرار حكومة غير متوافقة على أن تكون حكومة أساسية بعد النكسات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة في إسرائيل. نعم، إذن الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، كنت ضيفا عبر الهاتف من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.